استخدام البوتوكس والفيلرز حوالين الجفون، يا ترى هو حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ هو حاجه كويسه طالما اللي بيعملها شخص فاهم، دكتور تجميل او دكتور عيون فاهم وبيحقن فين وبيعالج ايه، مفيش منها اي ضرر خالص. البوتوكس دايما بيستخدموه عشان يشيلوا التجاعيد اللي موجوده هنا وهنا، مفيش منها اي ضرر. والفيلرز عشان يملوا المنطقه اللي حول العين، مفيش منها ضرر طالما ان بتتم استخدام مواد جيده وبيتم اقطاعها من خلال دكتور متخصص وفاهم ايه اللي بيعمله، وفي الاخر النتيجه بتكون كويسه جدا ومرضيه للمريض، وبيكون مبسوط من اجراءاتها واستخداماتها، وحقيقي بتحسن من شكل الجفون ومن وظيفتها في بعض الاحيان. شكرا جزيلا.